إنها من المواقف الصعبة التي يصعب الحديث فيها. في هذه المواقف عادة ما يكون للحديث سجون، تختلط فيها الأفكار وتتزاحم الكلمات لتعبر بصدق عن قصة نجاح في هذه المدرسة. حقيقة أنا تعينت سنة 1990 زمن الاحتلال، وتم فصلي من قبل قوات الاحتلال لأنه كانت التربية والتعليم وكان في حكم عسكري يعني، فتم فصلي لمدة 4 سنوات حتى عادت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن، وكان في قرار من المرحوم الله يرحمه أبو عمار بإعادة كل من تم فصل زمن الاحتلال وعدت إلى التعليم. طبعا أنا تعينت في ارتاح، بعدها انتقلت إلى فصح المحنون، وثم انتقلت مديرا إلى هذه المدرسة. يعني أنا حقيقة 34 عاما وأنا في هذه الخدمة، 34 عاما وبين طلابي وبين المعلمين في المجتمع المدني، يعني مؤسسات المجتمع المدني في طول كرم وخارج طول كرم، الحمد لله رب العالمين. يعني بدي أقول إنه إحنا الحمد لله إن شاء الله إنه ما قصرنا في هذه 34 عام. ليس سهلا أن نختزل 34 عاما في لحظة وأن نتحدث عن المشاريع التي قمنا بها في هذه المدرسة. يعني المدرسة هي مدرستي وأنا ابن هذه المدرسة، ومن محاسن الصدف أن أتقاعد من هذه المدرسة التي درست فيها سنة 1970. لما أقول سنة 1970 نحن نتحدث عن تقريبا حوالي 54 عام كنت طالبا في الصف الأول، فهذا الشعور الذي سيطر علي ليس شعور بسيط، ولكن هي سابقة حقيقة بأنه يعني أنتقل للمرة الأخيرة من هذه المدرسة إلى البيت. هذا شعور مش سهل، شعور بالنسبة لي شعور صعب جدا، لكن هي سنة الحياة، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. إحنا في المدارس مشاريع، وهذه المشاريع يعني وبالنسبة لنا يعني هذا جهد وهذا تكليف، وهذا التكليف إن شاء الله رب العالمين إنه إحنا قمنا فيه على أكمل وجه. وهذه المدرسة حقيقة يعني أخذت من وقتي الشيء الكثير، كيف لا، وهي مدرستي وهي التي احتضنتني. فجميل جدا أن يتقاعد الإنسان من المدرسة التي ما عندما دخل أول سنة دراسية الصف الأول كانت مدرسة هذه المدرسة هي مدرستي. فجميل جدا أن أتقاعد من هذه المدرسة. أنا صلي في سلك التربية والتعليم حوالي 39 سنة، عملت في عدة مدارس مختلفة، كنت بالأول هون وانفصلت سياسيا، فاضطريت أشتغل في الأردن عملت فيها حوالي 8 سنوات، ثم عدت بعد عودة المفصولين في عام 94. تنقلت في عدة مدارس في المحافظة حتى جئت على مدرسة الخالدية 2002، ومن ذلك التاريخ لحد اليوم وأنا موجود في هذه المدرسة. طبعا عاشرت فيها عشرات المدرسين ومئات أو آلاف الطلاب، والحمد لله رب العالمين أنه أنا اكتملت عمر 60 سنة، والحمد لله اني اديت الرساله اللي علي، ولانه هاي امانه، تعليم الاطفال هو يعتبر امانه بالنسبه لنا، فالحمد لله اني انا قدرني ربنا على حمل هذه الامانه، وانا الحمد لله راضي عن نفسي وعن عطائي، وان شاء الله انه بترك المجال للزملاء انهم يؤدوا رسالتهم. كان هم فعلا سند وسد منيع للعمليه التعليميه في هذه المدرسه لسنوات طويله جدا. جينا اليوم يعني نوفي جزء قليل من حقكم، كلهم شكرا على جهودكم وعطائكم خلال الفترة الماضية خاصة في هذه الظروف. يعني الزميلين اللي بنودعهم اليوم هم شهدوا الانتفاضة الأولى والثانية، وكمان هاي بيننا الأحداث الحالية، فواجهوا مهمات صعبة جدا. نعتبرهم يعني من الرعيل الأول اللي فعلا بنى جيل من الطلاب، مرت أجيال كثيرة متعاقبة عليهم، حتى الأجيال اللي علموها يعني صارت في سن متقدمة في العمر، فبقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله ربنا بمن عليكم بالعطاء الحسن والخير، نتمنى تعيشوا حياة سعيدة ومديدة بعد التقاعد، إن شاء الله راح يضلوا متواصلين هم معنا، وراح يكونوا يعني سند للعملية التعليمية بعد التقاعد.